كويس. الحلقه اللي جايه تمام هقف كده. يا ريت نخلي الهدف يعني نمشي الهدف الاول ونجيب اللقطه ديت في بعد الهدف. نمشي نمشي الحاجات ديت لقد يا كابتن يعني احيانا بتقلق يا كابتن علاء، هل محمد شريف كان في التسلل ولا لا؟ لحظه التصوير هرجع تاني ستوب. اولا انا بحيي محمد شريف جدا 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 جدا. واقف صح. هقول ليه؟ اولا هو رابط كويس قوي 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 من زميله اللي بيسدد مع اللي بيسدد صح. دي واحد هو عارف كويس قوي قوي هتحرك امتى، لان هو لو خطوتين كمان قبل التسديد اوفسايد. برافو عليك. طبعا. اذا محمد شريف ليه؟ لان هو ذكي جدا جدا، عنده قراءه، هو كمان عنده تحضير للقرار. انا هروح فين وحجري امتى. كنت اعرف واحد بيعملها. ايمن شوقي. ايمن شوقي. ايمن شوقي. فاولا انا بدي محمد شريف امتياز. ليه؟ اي لاعب النهارده مش حاسس بالمكان يا كابتن شريف كان قطع قبل التسديد، وبالتالي الكره لو كانت ردت كان هيبقى في موقف تسلل. هو عمل هنا تحركين يعني جمال جدا جدا، اتحرك ووقف وبعدين راح متحرك. كان مركز جدا لحظه التسديد. نشوف كده الكره دي كانت هتخش جول لوحدها يا كابتن. والله لا مش باينه ان هو كملها. ممكن يطلع. ممكن كملها. كان ممكن ما تجيش جول. لا ما بتلفش ما بتلفش. ولكن انا بقول شريف ليه في اللعبه دي كابتن ايمن؟ لان هو عارف يا كابتن عايش الحاله، عايش لعبه قاريها صح. قاريها مش صح. مش واقف في اي مكان. فبحيي شريف بقول له برافو شريف على تمركزك في هذه الحاله وربطت كويس قوي قوي لحظه التسديد، وكنت في موقف سليم وهدف طبعا هدف سليم لا يوجد تسلل في هذه الحاله.